السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج منهاج في مواضيع التربية المهمة في حياتنا. ما الذي جعل الشاب الذي دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين؟ ما الذي يجعل الشاب الذي يركب سيارته فيضع حزام الأمان ويخفف السرعة بالرغم من عدم وجود أجهزة مراقبة في الشارع؟ ما الذي جعل الطفل أو الابن في المدرسة يسعى لوضع القمامة في مكانها الصحيح بالرغم من عدم وجود معلم؟ كل ذلك يسمى الرقابة الذاتية واستشعار وجود الله تعالى، وغيابها نفسه سبب لحدوث السرقة والرشوة وخيانة الوطن وغيرها من الممارسات الخطيرة التي قد تجعل من الموظف لا يخلص في عمله في عدم وجود مسؤوله. في البيت، هل تشعر أن غيابك يغير من النظام الذي كان بوجودك في المنزل؟ أخي الأب، أختي الأم، نصيحة: لا تقل لابنك البس حتى يقال لك أنك نظيف، راقب كلماتك حتى يقال أنك مهذب. حصلت على درجات، لا يهمني كم ترتيبك في الفصل وكم حصل أصدقائك. قل له: دائما البس لأن الله جميل يحب الجمال، وابحث عن ما يشعرك بالراحة. راقب كلماتك لأن رب العالمين يسجلها حسنات. درجاتك هي الأهم، ولا تهمني درجات الآخرين. لا تجعل من الآخرين رقابة لتعديل وتقويم سلوك أبنائك، وإنما اجعل مصدره داخليا. اهتم بمرحلة بناء الرقابة الذاتية في أبنائنا من مرحلة الصغر. دعهم يستشعرون النتائج. عندما يرفضون أي ممارسة تدعوهم إليها، دعهم يذوقون النتائج بحلوها ومرها. لا تسعى وراه محاولا للمذاكرة إذا رفض، حاسبه على النتيجة. سيستشعر بعد ذلك الفائدة من نصائحك ويتكون لديه الرقابة الذاتية. كن الأب والأم القدوة. عندما تركب إلى السيارة، راقب سرعتك التي قد تخففها عند وجود شرطي معين. وهذا الأمر في مسرح التربية يزرع الرقابة الذاتية في أبنائنا، ونقدم لهم نموذج. استحضر الله تعالى في رقابتك واستشعارك للتربية. حاول دائما أن تذكرهم بأن رب العالمين هو الذي يراقبنا. وكن كما قال إبراهيم بن أدهم: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك فيه الله. وكما قالت تلك البنت لأمها: إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما قال لقمان لابنه: يا بني، إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. في عالم مملوء بالانفتاح التقني، قد نكون غير موجودين مع أبنائنا مع ما يتدفق من بيانات إليهم، فنحتاج إلى الرقابة الذاتية.
التكنولوجيا والثورة الصناعية صار في خلل ما بين تربية الأبناء، فهنا صار إنه بعض الأبناء من خلال السوشيال ميديا صار لهم تأثير كبير. نفس الشيء صار المجتمع اللي من حواليهم يأثر عليهم بشكل كبير، فهنا يحتاج إلى تربية صحيحة نابعة من ولي الأمر أن يتفهم الظروف الحالية أو الظروف العالمية الموجودة في الثورة اللي إحنا موجودين فيها، يبدأ بالتسلسل التربوي. فمن خلال إحنا كأخصائيين نفسيين وتعديل السلوك نبدأ أنه نوعي ولي الأمر بأن هناك أساليب يحتاج إلى أن ننمي ضمير الطفل. على سبيل المثال يجب أن يكون هناك وعي تام بأن ولي الأمر أو الأب والأم لهم دور كبير في أن يعملوا على تربية الطفل من خلال تعليمهم الصدق وتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى أنهم يعملون على توعيتهم في التقرب مع الله. فهذا أحد الأساليب التي يتجهها الأخصائيين في تعديل سلوك الطفل. فمن هذه الأساليب كلها يلجأ الأب والأم في تربية الطفل، فمن خلاله يبدأ الضمير الحي عند الطفل ينبع كل سنة يمر بها، يبدأ يزداد الوعي عنده أو الضمير الحي عنده، فهذا يولد رقابة ذاتية عند الطفل. فمع مرور الأيام يبدأ الطفل عند النمو، فمن خلاله من خلال الرقابة الذاتية التي حصل عليها من خلال التربية هنا يبدأ في أنه كل سلوكياته مرجعية على أساس التربية التي كان يتم تربيتها في الصغر. فمن خلال هذه الجوانب كلها ندرك أن الرقابة الذاتية عند الطفل مهمة جدا في حياته، فهي تعود على سلوكياته التي يصدرها في حياته اليومية. أجرت أحد الباحثات في جامعة نيويورك استفتاء طلابي، تسألهم لماذا تهتمون بالمظهر الخارجي وتحسنونه؟ فأجاب 81% منهم لتحسين رأي الآخرين، و 19% فقط منهم أن هذا اللباس هو من أجل أن أكون مرتاحاً فيه. والعجيب في مقياس هيرمان المعروف الذي يقوم بتقسيم الشخصيات إلى 4 أنماط، نمط واحد فقط هو الذي يقوم باختياري من الملابس ما يتناسب مع راحته، أي بمعدل 25% فقط. كل ذلك دلالة على أن الرقابة الذاتية تحتاج إلى رفع في حس أبنائنا وفي حسنا قبل ذلك. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.